اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم شائعات وحقائق. انا نانسي نور. في فقرتنا الحواريه النهارده هنتناول الاكاذيب اللي بتقوم ببثها القنوات التابعه لجماعه الاخوان الارهابيه، وكمان هنتكلم عن اجنده الاخوان التخريبيه وكيفيه مواجهتها مع ضيفي الاستاذ اشرف عبد الغني مدير تحرير جريده الاخبار. لكن كالعاده خلونا قبل ما نبدا في الفقره الحواريه نستعرض اهم الشائعات اللي تم تداولها الفتره اللي فاتت واللي صدر بيها بيان من مجلس الوزراء، وكمان هنستعرض الردود على هذه الشائعات. استمرارا للشائعات اللي بتستهدف النيل من منظومة التعليم المصري، انتشرت شائعة في مواقع التواصل الاجتماعي بتقول ان السلطات السعودية لا تعترف بشهادة الماجستير الطبي الصادرة من الجامعات المصرية، وذلك بعد إصدار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لائحة تنفيذية جديدة لتصنيف المهن الطبية تضمنت إلغاء الاعتراف بالشهادات العليا المصرية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جانبها نفت تلك الأنباء تماما وأكدت على عدم إلغاء المملكة العربية السعودية لاعتراف بالماجستير الطبي المصري، وإن الشهادات العليا المصرية معترف بها دوليا وعليها إقبال متزايد بالأخص في الدول العربية، وشددت على أن كل ما يثار في هذا الشأن هو شائعات بتستهدف الإساءة لصورة التعليم الجامعي في مصر في وقت كما نعلم بيتزايد فيه بشكل ملحوظ أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. ولحد دلوقتي أيضا مستمرين في الشائعات اللي بتستهدف التعليم. يمكن من أبرز ما تداولته المواقع الإلكترونية هو شائعة بتفيد بتراجع مؤسسة الأزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وعلى حسب هذه الشائعة نظرا لعدم استعدادها لتطبيقه. مشيخة الأزهر من جانبها نفت تلك الأنباء تماما وأكدت على أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع الأزهر الشريف عن تطبيق منظومة التعليم الجديدة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالمدارس والمعاهد الأزهرية، لافتة إلى أن مؤسسة الأزهر تمضي قدما مع التطورات التي تشهدها العملية التعليمية، وأن منظومة التعليم الجديدة هي مشروع قومي يهدف إلى إنتاج أجيال جديدة قادرة على مواكبة تطورات العصر. شائعة أخرى ارتبطت بالأزهر، ويمكن يعني هذا هو الأسبوع الأول اللي تظهر فيه شائعات تتعلق بالأزهر الشريف. شائعة بتقول إن جامعة الأزهر أصدرت قرار بحرمان الطلاب الممتنعين عن سداد المصروفات الدراسية من دخول الامتحانات لهذا العام. جامعة الأزهر نفت تلك الأنباء تماما وأكدت أن الجامعة لم يصدر عنها أي قرارات من هذا القبيل، وأنها حريصة كل الحرص على مستقبل الطلاب المقيدين بها والمنتمين لمؤسسة الأزهر الشريف. كمان أشارت الجامعة إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، بتستهدف فقط إثارة البلبلة والقلق بين طلاب الجامعة قبيل موعد الامتحانات. يمكن الجامعة في بيانها تبعت كمان أنها بتسمح لجميع الطلاب والطالبات بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية كلها أو بعضها من دخول الامتحانات. طيب، شائعة أخرى أيضا بتستهدف التعليم، وكالعادة يعني وزارة التربية والتعليم وكل ما يتعلق بالمنظومة التعليمية بيكون ليه نصيب الأسد في شائعات كل أسبوع. شائعة أخرى استهدفت إثارة غضب المواطنين بتقول أنه هيتم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب وفقا للائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية المرتقب صدورها قريبا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاكرة نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع وأكدت على عدم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وإن قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية الجديدة ينصان على استمرار تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب باعتبارها جزء لا يتجزأ منها ومن الدراسة العملية بها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينهما. شاء
شائعة أخرى أيضا يعني كان الهدف منها إثارة قلق المواطنين، بتقول أن وزارة الزراعة قامت باستيراد شحنات عدس مسرطنة. طيب زي ما احنا عارفين وياما طبعا اتكلمنا عن هذا الموضوع، أن يعني الشائعات بترتبط بمواسم معينة، يعني مثلا احنا النهاردة في الشتاء فطبعا الناس بتاكل بقى عدس كتير زي ما احنا عارفين، فبدأت الشائعات تتحدث عن هذا الموضوع وهو عن العدس، يعني حتى الشائعات وصلت إلى العدس. الشائعة بتقول إن وزارة الزراعة قامت باستيراد شحنات عدس مسرطنة وتم تداولها بالأسواق. وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي من جانبها نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت على عدم استيراد أي شحنات عدس مسرطنة، وأن العدس المطروح بالأسواق صحي وآمن ومطابق لكافة المواصفات القياسية. أشارت كمان إلى أن محاصيل زراعية مستوردة بتخضع للرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وشددت على حرصها كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية. كمان أكدت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة وبشكل دوري على حركتي الصادرات والواردات التابعة للحكومة أو شركات القطاع الخاص بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية. آخر الشائعات اللي انتشرت هذا الأسبوع وصدر بها بيان من مجلس الوزراء، شائعة أيضا استهدفت غضب المواطنين ويعني كان لها نصيب اقتصادي أو تشويه إنجاز اقتصادي. الشائعة بتقول أنه تم إنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الصرف الصحي في العاصمة الإدارية الجديدة. شركة العاصمة الإدارية الجديدة نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لإنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وضحت كمان أن المبلغ المذكور مخصص لكافة المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية، والتي تتضمن شبكات المياه، الصرف الصحي، الطرق، البنى التحتية الذكية، المنشآت الحكومية، وليس الصرف الصحي وحده. كمان وضحت أن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تماما عن الموازنة العامة للدولة. دي كانت أهم الشائعات اللي تم تداولها على مدار الأسبوع واللي صدر بها بيان من مجلس الوزراء، وأيضا كانت هذه هي ردود الرسمية على هذه الشائعات من الوزارات أو الهيئات المختصة بكل شائعة. هنروح دلوقتي الفاصل قصير، بعد الفاصل هنرجع ليكم في فقرة الحوارية النهاردة واللي هنتناول فيها كيفية عمل جماعة الإخوان الإرهابية وما هي الأجندة اللي بتسير عليها جماعة الإخوان الإرهابية في تشويه الحقائق ونشر الشائعات. خليكم معنا. أنا بقول لك البيزنس اللي داخل فيه الجيش ده بداية تفتيت وانهيار الجيش المصري. إحنا وصلنا إن الشعب ما بقاش عنده أي ثقة في جيشه. ده خير أجناد الأرض، إزاي ما نثقش في الجيش المصري؟ حد يقدر ما يثقش في الجيش المصري؟ تأكيد طبعًا. إحنا عندنا أحسن حاجة في مصر الجيش المصري. مصر جيشها قوي وجيشها صمام أمان للمنطقة كلها، لكل الدول العربية. مصر من غير الجيش هتبقى فوضى. هتبقى فوضى، ما هو الجيش ده يا معوز اخويا وابويا وكل حاجه، اهلي. يشوفوا البلاد التانيه اللي اتفككت وباظت، عايزيننا نبقى زيهم، احنا في احسن حال، ربنا يصلح حالنا جميعا. خلي لنا جيشنا واخواتنا واولادنا دول اللي بيدافعوا عننا، حد يقدر يعيش من غير اللي بيدافع عنه؟ البلد الوحيده اللي فيها امان هي مصر عشان الجيش، وجيشنا حتى ماشي على الحدود لكل البلاد العربيه. أزمة محتملة قريبا في سوق العملة. خش على أول خبر، الأموال الساخنة تحرق اقتصاد مصر، هروب 5 مليارات دولار.
على ما اعتقد يعني طفره ان شاء الله في الاقتصاد المصري قادمه باذن الله. الدول اللي بره بتبصنا بنظره احسن بكتير عن الاول. في مشاريع كتير في البلد ابتدت تشتغل. في حاجات جديدة جدت على البلد من مشروعات ما كناش واخدين بالنا منها، خاصة للناس اللي ما كانش حد حاس بيهم، الحرف البسيطة. إن الاقتصاد المصري في ظل شبكة الطرق المتطورة اللي احنا بنعملها ديت، شبكة الطرق المتطورة اللي نسبة الأمان فيها عالية، بتساعد المستثمرين إن هم ينقلوا المنتجات بتاعتهم أو ضيعهم من مناطقهم الصناعية أو مصانعهم لحد سوق التشغيل بتاعهم. أنا شايف إن ديت خطوة إيجابية في اتجاه مصر 30/6/2020. أهلا بكم مشاهدين مرة أخرى، لسه مستمرين مع حضراتكم في شائعات وحقائق. قنوات تلفزيونية وكتائب إلكترونية بتعمل على مدار الساعة لتنشر أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، وهذه الأكاذيب كما نعلم بتهاجم وتشوه وتزيف الحقائق وبتعمل على نشر الشائعات، ووظيفتها الدفاع عن الكيانات الإرهابية ومهاجمة الدولة وتشويه كل إنجاز على أرض الواقع من خلال حملات منظمة بتستخدم عدة وسائل إلكترونية لنشر أفكارها وزعزعة ثوابت ومعتقدات المواطنين، وطبعا كله بهدف ضرب استقرار الوطن. للمزيد من النقاش حول تلك القضية بيسعدنا استضافة الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ أشرف أهلا بحضرتك. أنا صباح عليك فندم. في البداية فندم، كيف بيستغل يعني بشكل عام تنظيم الإخوان حرب الشائعات والمعلومات في خدمة أهدافه؟ طبعا هنالك استغلال كبير من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وأبوقها الإعلامية عبر كل تقريبا وسائل الإعلام المختلفة، وهنالك وتيرة متصاعدة خلال الفترة الأخيرة لاستغلال تلك الإشاعات لضرب الدولة المصرية في مقتل، وهنالك مناطق تركز عليها الجماعة الإرهابية باستهدافها للمواطن المصري. هي تركز بشكل أساسي على أولا الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو بالنسبة لها الهدف الأول في تلك الشائعات وتلك المحاولات. ثانيا ضرب المؤسسة العسكرية المصرية. ثانيا ثالثا فكرة اللعب على وتر المعاناة الاقتصادية أو عملية الإصلاح بأنها تسبب معاناة كبيرة لدى قطاع كبير من المصريين، وأنه أن الدولة المصرية بعيدة إلى حد كبير عن تلك المنطقة. كل تلك المسائل أعتقد أنه يجري استخدامها بشكل أو بآخر من أجل تحقيق الأهداف الإخوانية. وأعتقد أن الرهان الكبير للدولة المصرية يجب أن يكون على زيادة الوعي من خلال الإعلام، من خلال الانتقال والنزول بشكل أكثر واقعية وأكثر تأثيرا للمواطن المصري، حتى يتم إجهاض تلك المحاولات بشكل سريع وفعال. طيب أستاذ أشرف، يعني ما هي الآليات اللي بتقوم عليها جماعة الإخوان الإرهابية في ترويج هذه الشائعات؟ الآليات أعتقد أن هي يعني آليات كثيرة تقوم عليها الجماعة الإرهابية، ولكن في حقيقة الحال تلك الآليات لن يكون لها أي تأثير لو اعتمدت الدولة المصرية استراتيجية واضحة للتعاون مع تلك المحاولات أو مع تلك الآليات. لابد أن تكون هنالك آليات من مضادة من جانب الدولة المصرية. أعتقد أننا في الفترة الأخيرة نتحرك بشكل سريع وبشكل قوي على مستوى البناء والتنمية والإنجازات الكبيرة في كافة المشروعات تقريبا، ولكننا مع الأسف شديد لا نتحرك بشكل موازي للترويج لتلك المشروعات وتلك الإنجازات وتلك التحركات الحقيقية على أرض الواقع. هنالك فجوة ما بين قدرة الدولة على التنفيذ والإنجاز وقدرة المنظومة الإعلامية المصاحبة للدولة المصرية في التسويق والترويج لتلك الإنجازات وتلك المشروعات على أرض الواقع. تلك الفجوة مع الأسف شديد تستغلها جماعة الإخوان الإرهابية في أن تضع أسافين وتضع مواد متفجرة في عقول المواطنين من خلال الترويج لإشاعات كثيرة. عندما مثلا نتحرك، عندما نرصد المقدمة الإخبارية اللي حضرتك تفضلت بها، تلاقي معظم الإشاعات منصبة بشكل أساسي على فكرة المواطن المصري. الشائعة اللي ممكن من خلالها أضرب ثقة المواطن، أزعزع بها ثقة المواطن المصري في دولة
دولته وبتحرك عليها بشكل اساسي. السلع طبعا، التعليم بشكل اساسي، هتلاقي دايما بيقولوا ان الدوله المصريه بتذهب مثلا، زي مثلا ان الدوله المصريه ستنفق 140 مليار جنيه على العاصمه الاداريه. اي مواطن على انه فقط على تطوير عمليه الصرف الصحي او على عمل الصرف الصحي في العاصمه الاداريه الجديده. بالضبط، اي مواطن بسيط لديه حد ادنى من الوعي والمعلومات الصحيحه سيكتشف بشكل بسيط للغايه ان دي معلومات فيك وان هي ليس لها اساس من الواقع. ومع الاسف الشديد كمان ان عدد كبير من مؤسسات الدوله عندما ترد على الاشاعات الاخوانيه، اولا انا عندي مشكله اساسيه في ان معظم هذه الاشاعات لا يستحق الرد من الاساس، لان هي تجافي اي منطق وتجافي اي عقلانيه ممكن ان يتمتع بها المواطن المصري. النقطه الثانيه، لما باجي ارد كمان برد بشكل ينقصه كثير من الحكمه وكثير من الذكاء. نيجي مثلا لمثال زي الرد المسؤولين عن العاصمه الاداريه الجديده، كان ينبغي ان يعني بشكل اساسي يقول ان اموال هذه تمويل العاصمه الاداريه مصادر تمويلها كذا وكذا بعيدا عن موازنه الدوله وفقط. انما فكره ان انا اقول ان ال 140 مليار دول مش مخصصين فقط للصرف الصحي ومخصصين لكذا وكذا وكذا، فانا الى حد ما من حيث لا ادري بادعم بشكل او باخر تلك الاشاعات الاخوانيه. فاذا المساله محتاجه الى عندما نرد على تلك الاشاعات نرد بكثير من الوعي وكثير من الانتباه للرد، قد يكون له نتائج سلبيه، قد يكون مدعما لتلك الشائعات الإخوانية. أيضا هنالك كثير من الشائعات لا تستحق الرد عليها من الأساس. نعم، ولكن أستاذ أشرف يعني أعود مرة أخرى لسؤالي عن آليات عمل جماعة الإخوان الإرهابية. يعني عندما يكون هناك قنوات متاحة 24 ساعة فقط لنشر الشائعات عن الدولة المصرية، كيفية عمل هذه الشائعات؟ يعني طبعا هي شائعات ممنهجة بيكون وراها جيوش إلكترونية، جيوش طبعا من الناس يعني قاعدة فقط انها تعمل هذه الشائعات، زي ما حضرتك طبعا اتكلمت بيشوفوا مثلا انه في تطوير في قطاع التعليم، وضع اقتصادي، مواسم معينة، فيبدأوا ان هم يفنطوا زي ما بيقولوا الشائعات على حسب يعني هذه الاشياء. خليني اعرف من حضرتك برضو اليات عملها، يعني على اي اساس بتعمل هذه القنوات؟ اولا احنا بنتعامل في الاساس مع جماعه شديده التنظيم، جماعه ارهابيه شديده التنظيم لها كوادرها ولها جيوشها الالكترونيه كما تفضلت بالذكر. الجيوش الالكترونيه اعتقد ان هي تتحرك باوامر وتتحرك ب تتحرك بأوامر في الإطار العام، ولكن التفاصيل الداخلية أعتقد أن هم أصبحوا شديدي المهارة في تلك المسألة، خاصة بعد مرور تلك السنوات أصبحوا على مهارة شديدة على التعامل مع الشائعات وكيفية بثها وكيفية تدعيمها بشكل أو بآخر. على الجانب الآخر من النهر، يجب أن تكون للدولة المصرية جيوش إلكترونية مضادة. الجيوش الإلكترونية المضادة لم تخرج بقرار أو بتشكيل أو من أي مؤسسة أو جهة مصرية. الجيوش الإلكترونية المضادة لابد أن تعتمد بشكل أساسي على وعي المواطن المصري. عندما يكون المواطن المصري واعيا بما يجري على أرض الواقع سيعمل بشكل تلقائي لدحض تلك الشائعات والأكاذيب. عندما يكون المواطن المصري لديه معرفة كافية ولديه المعلومة الوافرة من جانب الدولة المصرية، فيكون هو أول جندي في الحرب الإلكترونية ضد جماعة الإخوان المسلمين. الآليات التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين هي عندما تفنديها بالعقل وبمنطق ستجدها شديدة السطحية وغير قادرة على التأثير. ولكن مع الأسف شديد تعاطينا مع هذه الشائعات بشكل مبالغ فيه، تعاطينا مع هذه الشائعات بشكل سلبي للغاية. يعني كثير من المواطنين على وعي وعلى دراجة تجدينهم في حالة يعني بتعبير كده بلدي مكسوفين ان هم يردوا على تلك الشائعات. اللي عنده معلومة وعنده منطق وعنده الحق وعنده العهد بتلاقيه دايما متراجع الى صفوف خلفية في الرد، بينما تجدينهم يعني هم على باطل بالكامل، وتجدين لديهم شجاعة وجرأة وقدرة على الإقدام وتسويق الشائعات بشكل شديد الحماسة. بينما على الجانب الآخر زي ما بقول لحضرتك، احنا محتاجين وعي المواطن يتقدم ويتحرك بشكل أساسي لمواجهة تلك الشائعات، وعلى الدولة المصرية أن تقوم في المقابل ايضا بان تدعم تلك الجيوش الالكترونيه. خليني اتكلم مع حضرتك في موضوع مهم يا استاذ اشرف. يعني طبعا حضرتك تعلم بما تمر به فرنسا في هذا الوقت، يمكن من يعني مما قامت به جماعه الاخوان الارهابيه انه عند زياده اسعار المحروقات في فرنسا بدات يعني جماعه الاخوان تتحدث على ان دخل الفرد الفرنسي يعني يضاعف دخل الفرد المصري، فعندما يقوموا يعني بزياده اسعار المحروقات فذلك لن
لن يؤثر عليهم بشيء، ولكن يعني اكتشفنا ما يحدث في فرنسا، عرفنا ان احنا ان هي عليها في هذا الوقت مديونات كبيره، دخل الفرد الفرنسي ربما لن يعني يساوي زياده اسعار المحروقات بهذا القدر. خلينا برضو نتكلم مع حضرتك، ازاي قدرت جماعه الاخوان الارهابيه في هذا الوقت تقنع بعض الناس بان ما قام به ربما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو شيء طبيعي جدا، وأن يعني ولكن طبعا كل ده قبل قيام هذه المظاهرات، ولكن بعد قيام المظاهرات كان في طبعا أقاويل أخرى وكلام آخر. طبعا يعني جماعه الاخوان الارهابيه مش هتستغل الحدث بتاع فرنسا فقط، اي حدث ممكن يلمس مع الدوله المصريه ومن الممكن ان يتم استغلاله استغلالا سيئا للترويج ضد الدوله المصريه ولحض المصريين على انتقاد النظام والتحريض ضد الدوله المصريه، اعتقد ان هي سيتم استغلاله بشكل او باخر باسرع ما يكون وباكفى ما يكون. ولكن في الأحداث الفرنسية تحديدا كانت هنالك المعلومات دائما ما تكون مبطورة على غرار ولا تقربوا الصلاة، فيقول يعني جماعة الإخوان تطلع وتقول لك ده دخل المواطن الفرنسي كذا وقام يقوم بثورة الآن على كذا، في حين أن المعلومات مش كافية على الإطلاق، ولابد أن يكون عندما نأتي بالحالة الفرنسية ونقارن بينها وبين الحالة المصرية هنالك كثير من الحقائق لابد أن تتضح للمواطن المصري. ومع الأسف الشديد مرة أخرى الإعلام المصري بكافة أطيافه في حاجة إلى التعامل بوعي مع تلك الأحداث، لأننا في حقيقة ننساق إلى مقارنات غير منطقية وغير واقعية. دي نقطة. النقطة الثانية إن احنا يعني فكرة ان احنا نتعامل مع الشائعات الإخوانية على جانب كبير من التضخيم، دي مسألة محتاجة الى مراجعة ويعني استراتيجية واضحة وآليات واضحة للتعامل معها. من ناحية ايه يا فندم؟ من ناحية اني الإخوان هتلاقيهم دايما في مثلا الحالة الفرنسية لو خدناها كمثال، هتلاقيهم دايما يقولوا بيغذوا فكرة يعني من بشكل او باخر يعني المواطن الفرنسي على الرغم من المعاناة بتاعته قليلة إلا إن هو صار ضد نظامه، ها أنت يا مصري بقى أخبارك إيه وأنت بتعاني من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، في حين إن إحنا المسألة دي لو تم التعامل معها بشكل قوي وفعال من جانب الإعلام المصري، أولا من حيث التناول لابد أن تكون هنالك المعلومة واضحة ومكتملة الأركان من اللحظة الأولى، ولا نترك أي فرصة أو أي مجال لجماعة الإخوان المسلمين إن هي تروج لشائعات بينما الحقيقة تدحض الشائعات لو تناولنا تلك الحقائق من البداية. لكن هذه الحقائق يعني من بعضها إنه مصر في هذا الوقت بتقوم بخطة إصلاح اقتصادي يعني سيارة الشعب المصري نتاجها فيما بعد. المواطن المصري لو احنا تعاملنا مع عقله بشكل واضح واحترمنا عقليته وقلنا له الحقيقه بالتاكيد والله سيقتنع تمام الاقتناع. المواطن المصري في قراره عقله وفي قراره نفسه مقتنع تمام الاقتناع بان هنالك فرق كبير ما بين الدوله المصريه وبين الدوله الفرنسيه على مستوى الامكانيات، على مستوى الرفاهيه، على مستوى قدره الاقتصاد، على مستوى كمان المعاناه التي مر بها خلال السنوات الاخيره التي ادت بالدولة بالمصريين إلى ثورتين في 25 يناير و 30 يونيو. المواطن المصري يدرك تلك المنطقة تمام الإدراك، ولكن كل ما هنالك أنك أنت محتاجة كإعلام دولة مصرية أنك أنت باستمرار تقدمي له محفزات وأخبار ومعلومات حتى يكون دائما على أرض صلبة ولا نتركه فريسة لتلك الشائعات الإخوانية. نعم، أيضا في ذات السياق يعني كون حضرتك تتحدث عن وسائل الإعلام المصرية أستاذ أشرف، بعض وسائل الإعلام في فترة من الفترات وقعت في براثن نشر الشائعات عن طريق استخدام السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي في أخذ المعلومات أو استياق المعلومات منها، ممكن حضرتك تحدثنا عن هذا الملف؟ السوشيال ميديا من أخطر الملفات، احنا في مع الأسف الشديد خلال الفترة الأخيرة بنعاني من تراجع كبير في تأثير وسائل الإعلام التقليدية اللي هي الصحافة والتلفزيون والإذاعة. خلال تلك الفترة هنالك تقدم مرعب لدرجة تأثير السوشيال ميديا. طيب عندما نذهب إلى السوشيال ميديا هنلاقي هنالك عدم قدرة على الإطلاق من جانب أي فرد أو من جانب أي مؤسسة على مستوى العالم حتى مش على مستوى الدولة المصرية فقط على الضبط
آليات العمل وضبط ما يقال وما يتم ترديده على منصات التواصل الاجتماعي. في تلك الحالة، مع حالة السيولة، مع حالة حالة الشباب لديهم حالة نزق ولديهم حماسة ربما تكون غير منطقية في بعض الأحيان للتعامل مع الواقع، يتم بس عدد كبير جدا، عدد مرعب من الأخبار المضروبة، عدد كبير جدا من المقاطع الفيديو والصور المقتطعة من سياقها حتى يتم التخديم بها على وجهة نظر معينة ضد الدولة المصرية. تلك المسألة وتلك الحالة مع الأسف شديد تتسع شيئا فشيئا، ولابد للمصريين، هنا ليس هنالك دور كبير للدولة على قدر ما هو هنالك دور كبير للمصريين أن يتمتعوا بدرجة من الوعي، لدرجة من المواجهة. لابد من الاعتماد على مصادر لديها مصداقية ولديها قدرة على تقديم الحقيقة وليس الشائعة. التعامل مع ملف السوشيال ميديا أعتقد أننا في حاجة ماسة إلى التحرك على إطار هذا الملف بشكل سريع وبشكل مؤثر على كافة المستويات، النزول إلى الشباب بالمعلومات، تفعيل وعي الشباب بما تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات، التعامل مع عقلية الشباب بشكل بدرجة أكبر حماسة وأكبر وأكثر تأثيرا على مستوى السوشيال ميديا. طيب خليني أتناول مع حضرتك من هذا الملف من جانب آخر، يعني جماعة الإخوان الإرهابية كيف نجحت، ويعني البعض بيشدد على هذه الكلمة أنها نجحت بالفعل في استخدام السوشيال ميديا في نشر الشائعات، هل نجحت عن طريق يعني تصوير جيد، أفلام دعائية جيدة، إخراج؟ يعني هي لو نجح، وانا متحفظ شويه على فكره نجحت، ان نجاح الاخوان المسلمين اعتقد في هذا الملف هو نجاح مرتبط بالاحداث اكثر منه ان يكون نجاحا مطلقا في التعامل مع القضايا المختلفه. حتى لو كانت هنالك نجاح، فاعتقد ان النجاح ده مرتبط ايضا بفكره الاحداث اولا، ومرتبط ايضا بفكره استغلال القضايا اللي هي بيلعبوا فيها على وتر الجماهير. فالنجاح محدود، النجاح بتاع جماعة الإخوان المسلمين لابد أن نواجهه خلال الفترة القادمة بعملية مضادة من خلال كسب قناعات الشباب، كسب عقول الشباب في التعامل مع القضايا المختلفة. دي مسألة أعتقد أنها أصبحت شديدة الأهمية. يمكن حضرتك ذكرت في بداية حديثك أنه يجب إطلاق أجندة يعني مضادة لأجندة جماعة الإخوان الإرهابية في الترويج للحقائق الموجودة على الأرض. خليني أعرف من حضرتك ما تتضمنه تلك الأجندة من تحركات وبنود. التحركات والبنود اعتقد اني اول بند كده واحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لازم يكون هنالك استراتيجيه اعلاميه متكامله تعتمد على اقرار قانون حريه تداول المعلومات. هذا القانون المغلق عليه الادراج منذ فتره طويله، لابد ان يتم الافراج عن هذا القانون باسرع وقت ما يمكن، لابد ان يتعامل البرلمان مع هذا الملف بشكل سريع ولا يتركه لمدى زمني ابعد من ذلك، لان هذا الملف المهجور خلال الفتره الاخيره لو تداعي سلبية للغاية على مستوى الدولة المصرية بالكامل وليس على مستوى الإعلام فقط. إذن أول نقطة هي أن يكون هنالك إقرار سريع لقانون تداول المعلومات حتى نحمي به عقول المصريين من تلك الشائعات الإخوانية. النقطة الثانية أن هنالك حالة تحول كبير في النخبة الإعلامية، هنالك جيل يسلم الراية لجيل جديد. في تلك المرحلة هنالك فجوة كبيرة في التأثير على مستوى النخبة الإعلامية. لابد أن ندعم بكل قوة على مستوى المؤسسات الإعلامية وعلى مستوى مؤسسات الدولة تلك النخبة الجديدة، ونقدمها ونقدم لها كل الدعم خلال فترة وجيزة حتى تستطيع أن تستعيد القدرة على التأثير والتأثير الإيجابي على عقول المصريين. تلك مسألة أصبحنا في أمس الحاجة إليها، ولابد أيضا من استخدامها ودعمها بأسرع وقت ممكن بالتزامن مع إقرار المعلومات. النقطة الثالثة على المسؤولين في كافة مؤسسات الدولة أن يتحركوا بشكل أكثر سرعة وشكل أكثر كفاءة للتعامل في القضايا المختلفة، وعدم إعطاء أي فرصة للإخوان أو مدخل للإخوان حتى يتم الترويج. هنالك مع الأسف الشديد الكثير من المسؤولين خلال الفترة الأخيرة يخرجون بتصريحات غير موفقة على أقل تقدير،
يمكنون جماعة الإخوان والميليشيات الإلكترونية من الدخول؟ وأعتقد أن هنالك عدد من الوزارات لا بأس به يخرجون بتصريحات غير موفقة على الإطلاق، بل هي تصريحات مسيئة للإنجازات والمشروعات المصرية المقدمة. على الدولة المصرية أن يكون هنالك وعي لدى المسؤولين على مستويات الأدنى في التعامل مع مثل هذه القضايا. أيضا لابد من أن يكون هنالك حشد للمفكرين والمثقفين الذين لديهم قدرة كبيرة على التأثير، وهنالك أبواق تحذيرية كثيرة خرجت خلال الفترة الأخيرة، لميس جابر، وحيد حامد، هنالك العديد من المقالات والرؤى الفكرية التي تحذر من استمرار الوضع على ما هو عليه. واعتقد اننا انا الاوان ان احنا نستعين بالقامات الفكرية الكبيرة ونضع لها مساحات تستحقها على مستوى وسائل الاعلام المختلفة حتى نستعيد القدرة على التأثير. ايضا لابد ان تنفتح المؤسسات بالكامل على وسائل الاعلام الحديثة، السوشيال ميديا، والقدرة على التأثير من خلال تقديم المعلومات، من خلال الصفحات التي تواجه تلك الشائعات الإخوانية، من خلال صفحات تستطيع أن تروج للإنجازات المصرية في كافة القطاعات والمجالات. كل تلك المسائل وتلك الآليات أعتقد أنها من المهم جدا الاعتماد عليها في أقرب وقت ممكن. طيب يا فندم، فيما يتعلق بخارج مصر، ما هي الطرق يعني اللي بيتم العمل بها خارج مصر أو في الدول الأخرى لتفادي الشائعات؟ خارج مصر أنا بالنسبة لي مسألة ليست لها الأولوية أو ليست لها الأهمية، لأن فيها حقيقة الحال الموجودون خارج مصر بيبقوا على درجة كبيرة من الوعي والثقافة والمعرفة والإمام بالتفاصيل. عندما يكون الشعب مثقفا بدرجة كافية ومطلعا بدرجة كافية لا تخافين عليه من الشائعات. الخوف كل الخوف من الطبقات المصرية البسيطة ومحدودة الفكر والثقافة التي يتم دائما اللعب على عقولهم، تلك العقول التي تروج الشائعة وتنشرها من خلال السوشيال ميديا، من خلال الوسائل المعرفة العادية. كل تلك المسائل هي التي لابد أن نتعامل معها بدرجة أسرع وبدرجة أكثر تأثيرا. أعتقد أن المصريين بالخارج على درجة كبيرة من الوعي، حتى عندما يزور الرئيس الدول الغربية في أي مكان تجدين هنالك حالة وعي كامل بما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات والمشروعات. على العكس تماما، نحن لا نستطيع التسويق بدرجة مماثلة لتلك الإنجازات على مستوى الداخل. نعم، ولكن أستاذ أشرف يعني أتحدث معك عن الدول الأخرى، يعني تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، يعني بالطبع كل بلد ينالها قدر من الشائعات. كيفية يعني تعامل هذه الدولة مع الشائعات المتعلقة بها؟ لا، هي يعني هنا ممكن ما يبقاش شائعات. مع الأسف الشديد الجماعات الإخوان تتحرك على مستوى مراكز البحثية ومؤسسات صنع القرار في هذه الدول. على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية تجدين دائما ما لقاءات لقيادات إخوانية من التنظيم الدولي ومن خلال الداعمين للتنظيم الدولي، يلتقون مع أعضاء في الكونجرس، أعضاء في الشيوخ، مراكز الأبحاث الأمريكية، يتحركون باستمرار ضد الدولة المصرية والترويج لصورة سلبية للدولة المصرية في الخارج، ويدعمون تلك الدول في التحرك ضد الدولة المصرية، خاصة في ملف حقوق الإنسان وغيره من الملفات المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين. بينما الدولة المصرية ليس لها نفس التحركات السريعة. نحن في أمس الاحتياج على مستوى وزارة الخارجية وعلى مستوى الهيئة العامة للاستعلامات، على مستوى السفراء، على مستوى المراكز البحثية المصرية، لابد أن تتحرك أيضا على مستوى الخارج وتدعم تلك التحركات. يلتقون صناع القرار في تلك الدول لدعم الدولة المصرية وتوضيح الحقائق الكاملة المتعلقة بجماعة الإخوان الإرهابية وتلك الرقعة الشاسعة من الدم التي تسببت فيها الجماعة داخل مصر وتلك الإنجازات التي تعمد الدولة المصرية إلى تنفيذها. لابد من تحركات مماثلة على هذا المستوى، بالإضافة طبعا إلى المستوى الإعلامي لدعم الدولة المصرية في مواجهات محاولات جماعة الإخوان. نعم، يعني إذا تحدثنا الآن عن مصر أيضا أستاذ أشرف، يعني لماذا في الفترة الأخيرة تم استهداف مصر بهذا الكم من الشائعات؟ ده مسألة طبيعية. أنت بتتحدثي عن دولة استطاعت في لحظة تاريخية فارقة أن تجهض حلم 80 سنة لجماعة إرهابية، جماعة كانت
تقول بشكل واضح ان هي ستمكس في الحكم لمدة 50 سنة قادمة. الدولة المصرية بمؤسساتها ورجالها استطاعت ان تجهد هذا الحلم بالخلال الدعم الشعبي والثورة المصرية العظيمة في 30 يونيو، استطاعت ان تجهد هذا الحلم وتضع حدا لتلك المحاولات الاخوانية التي كانت ستأتي على الاخضر واليابس في هذا البلد. دولة استطاعت ان تتماسك في زمن قياسي وتعبر المحنة الكبرى التي مرت بها المنطقة. يعني دعينا ننظر حولنا بشكل سريع ما يحدث في الدول الجوار، سنجد أن دول الجوار ما زالت تعاني بالأمس القريب، هنالك أيضا دول جديدة أن تنضم إلى حالة الفوضى التي تعاني منها المنطقة. في كل ذلك يعني في تلك الأوقات الدولة المصرية تتقدم بشكل سريع على الأمام، لديها علاقات قوية على مستوى الخارج، أصبحت مؤثرة وصاحبة صوت مسموع، أصبحت القوة بالنسبة لها أصبحت مسألة على أرض الواقع موجودة في الداخل. المشروعات، الإنجازات، التحول الكبير الذي تشهده الدولة المصرية، صحيح هناك صعوبات يعاني منها المواطنون بسبب عملية الإصلاح، ولكنها كما نؤكد باستمرار هي عملية إصلاح لابد منها، وتؤكد أيضا بأن الدولة المصرية حية وفاعلة وقادرة على التقدم للأمام. كل تلك المسألة عندما تضعينها أمام جماعة تمت إزاحتها من السلطة بثورة شعبية بدعم من مؤسسات الدولة المختلفة، أعتقد لابد أن يكون رد فعل هذه الجماعة على هذه الدرجة من العنف وعلى هذه الدرجة من الكراهية. ولكن وعي الدولة المصرية وتحركتها على مستوى الإعلامي ومستوى توعية المواطنين، ودي مسألة فارقة، توعية المصريين دي هي اللي نحط تحتها مليون خط لمواجهة أي شائعة أو أي محنة أو أي استهداف إخواني. تلك التحركات نحو زيادة وعي المصريين هي الحد الفصل ما بين الشائعات والحقائق. يمكن حضرتك ذكرت في البداية أستاذ أشرف أنه في هناك شائعات يمكن الرد عليها، ومن الأفضل أن هناك شائعات أخرى من الأحسن تجاهلها زي ما حضرتك تفضلت بالذكر. بالنسبة لوعي المواطن المصري، إزاي أنه هو يقدر يفرق يعني بين الخبر الحقيقي والخبر المزيف؟ أولا المواطن المصري لما يدخل على مثلا منصات إعلام إخوانية وكل شوية المنصات دي تقول له خلي بالك ده بيحصل كذا، خلي بالك ده بيحصل كذا، خلي بالك ده بيحصل كذا، ويجي بعد شوية ما يلاقيش ده بيحصل كذا، فهو بالتأكيد اوريدي يعني هيلاقي ان كلامهم منفصل عن الواقع فمش هيصدقهم. انا بتكلم على المواطن المصري البسيط اللي هو مش عنصر من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية. فدي مسألة، اول نقطة في مسألة المواجهة. النقطة الثانية، المواطن المصري البسيط اللي هو مش متردد بشكل كبير على المنصات الإعلام الإخوانية، احنا محتاجين نمدله ايدينا بشكل واضح، تعالى يا عم ادي الحقيقة بتقول كذا وكذا وكذا. قبل كمان احنا، ودي مسألة برضو كنت عايز اتكلم فيها مع حضرتك، فكرة اني انا دايما بكون رد فعل لشائعة إخوانية، طيب ما انا من البداية اكون فاعل وابدأ أقدم المعلومات الصحيحة في الوقت الصحيح بشكل استباقي لتلك الشائعات الإخوانية. دي مسألة ستوجد المسألة بالأساس للشائعات. أيضا علينا أن نتعامل بوعي كبير مع شائعات تمس، يعني في شائعات إخوانية أنا بخاف منها جدا في حقيقة الحال. الشائعات اللي هي بتتكلم دايما يقولك إيه، لا ده الدولة المصرية بتروح تهدم مساجد علشان تبني كنايس. دي مسألة علينا الانتباه إليها بشكل بس دي يمكن من الشائعات التي لا تصدق أستاذ أشرف. ما هي لا تصدق، بس خلي بالك هم بيروجوها بشكل في كمية كراهية وكمية حرفية غير عادية. بيلاقوا مثلا الدولة مثلا عشان تشق طريق تنمية في كذا، فبتلاقي زاوية معينة الدولة قامت بانية مسجد كبير مكان الزاوية القديمة علشان يتم هدم ده ويمر طريق التنمية. هم يسيبوا ان الدولة بتعمل طريق تنمية وبيسيبوا ان الدولة بنت مسجد كبير بدل الزاوية، وبيمسكوا في المسألة دي ايه الحد الدولة بتهد المساجد. يعني دي مسألة بتخاصم وعي المصريين وقدرتهم على الإخوان، انها يعني بتعمل الشائعة عن طريق ان هي تاخد جزء من الحقيقة وتبدأ ان هي تبني. ما هي فكرة لا تقابل صلاة، هي دايما الفكرة الاساسية، ودايما بتلاقيهم بيجيبوا ايه، مجموعة من انصار الجماعة الحقوا روحوا عملوا لنا مش عارف وقفة احتجاجية فين ورددوا كلام شكله ازاي، وبيتم الاتفاق معهم ويروحوا مروجين لده ونشرين الفيديوهات. فالمواطن البسيط لما يجي يشوف الفيديو ويلاقي ده بيحصل كذا كذا على ارض الواقع يقول لك ده حقيقة عندهم حق ده كذا كذا كذا. طيب انا هنا احركه على مستوى جماعة الاخوان، بينما
الدولة المصرية، الناس المسؤولين في هذا الإقليم أو في هذه المحافظة لم يتحركوا حتى على مستوى الإقليم نفسه يقولوا للناس خلي بالكم ده احنا هنعمل كذا وكذا علشان هنعمل طريق تنمية في الحتة الفلانية، مفيش حصل ده. طيب على مستوى الإعلام المحلي هل تم تقديم هذه القصة الحقيقية التي قامت بها الدولة المصرية للتنمية بشكل صحيح بيستهدف وعي المواطنين وتقديم الحقيقة لهم؟ مع الأسف الشديد ده لما بيحصل فما تلاقي جماعة إرهابية بتتحرك بشكل سريع وبشكل مكثف مقابل إعلام المفروض ان هو إعلام دولة لا يقدم الحقيقة كما ينبغي ان تكون، فبالنتيجة الطبيعية بتلاقي اللي بيتحرك حتى لو على زيف بيكسب اللي مش بيتحرك حتى لو كان على حق. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، كنت معايا الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير جريدة الجمهورية، شكرا جدا لحضرتك. شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعة، ألقاكم في نشرة التاسعة القمان.